بتنظيم من جمعية تعازيز للفروسية وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس وتحت إشراف الجامعة التونسية للفروسية، دارت فعاليات البطولة الوطنية لمختلف الاختصاصات في القفز على الحواجز، تظاهرة سجلت مشاركة مكثفة قياسا بالنسخة الفارطة. البطولة الوطنية للقفز على الحواجز في رياضة الفروسية تحط رحالها في صفاقس، جولة تجمع بين مختلف الاختصاصات في هذه الرياضة. سجيت اليوم معناتها نلعب هكا كبار نروح اخي الحمد لله ربي هزيتها. توا عندي بريسك 3 ans et demi نترينا ياسر معناها نشجع كل العباد اللي ما يعرفوهاش يجيو يشوفوها خاطر ياسر لحسنا محليهم ويعطيوك كونفيونس في روحك. نحطوا الكالندري نتاع الموسم كامل ونخليو النوادي هما اللي يقترحوا باش يعملوا معناها ريزيرفيو اون دات باش ينظموا هما معناها احنا نخليهم على حسب امكانياتهم. الجامعه تتكفل بتنظيم المباريات واذا فما نوادي في الجهات يحبوا ينظموا ويكونوا منخرطين في الجامعه مرحبا بهم باش ينظموا ونحاولوا ندعموهم بالامكانيات اللوجستيه كلها اللي موجوده في الجامعه باش ماذا بينا يخرج شويه معناها المشاركات والتنظيم المباريات من في كل الولايات بحول الله. تنظيم هذه الجولة من رياضة الفروسية يأتي في إطار إشعاع هذه الرياضة ودعم الجمعيات المعنية في مختلف جهات الجمهورية. سبور دو نوبل يعني كان رئيس الجمعية الكافالي البروبريتير نتاع الحصان الكل يلزموا تحب لها برشا فلوس. سعينا مع الجامعة التونسية لرياضة الفروسية أنه يوقع تركيز رابطة لما لا تكون جهوية حتى في المرحلة الأولى تكون رابطة إقليمية بصفاقس وسيدي بوزيد والجنوب هكاك يخف العبء على الجامعة ويكون معناتها حتى على مستوى تنظيم التظاهرات فهمت تكثر البرمجة وتكثر التنافس معناتها في الإطار هذايا. يؤكد أهل الاختصاص على أن رياضة الفروسية يمكن أن تكون مجالا للاستثمار ودعم النشاط الرياضي في الجهات شرط توفر الدعم لأصحاب نوادي الفروسية وتقريب هذه الرياضة من الشباب والأطفال بشكل خاص.